يرى إنجي ملك تبحث عن أليف في الشارع. صدمت إنجي بما رأته وأخبرت تولي بكل شيء. من ناحية أخرى يحاول طارق استغلال الفرصة المتاحة له لقتل ماسيد. عندما تخرج ملك للبحث عن إليف تقابل إنجي. تصدم إنجي لرؤية ملاك أمامها بعد أشهر. إنجي التي تخبر تولي بما رأته لا تستطيع إقناع تولي بأن ملك على قيد الحياة. تبدأ حالة ملك العقلية في إثارة قلق جولد. تعمل جولد على منع تعرض ملك وعائلتها للأذى وتبحث عن حل. من ناحية أخرى يعرف طارق المعلومات التي حصل عليها ماسيد ومصطفى حول ملاك. عندها يبدأ طارق في رؤية ماسيد باعتباره خطراً أكبر ويجبر فيلدان على إعطائه أدوية سامة. هل سيتبع فيلدان الشيطان هذه المرة؟ مصطفى يخبر ماسيد أن تقرير وفاة ملك مزيف. ماذا ستفعل ماسيد عندما تتأكد من أن ملك لم تمت؟ تقرع تولي باب جولد لتوصيل أميرهان إلى المنزل. تعتقد جولد أن تولي ستغضب منها لأنها جلبت شخصاً لا تعرفه إلى المنزل، لذلك لم تخبرها عن ملاك. بينما تحاول جولد استضافة ميليك بشكل جيد، تشعر ميليك بالحرج لأنها تعتقد أنها عبء على جولد. من ناحية أخرى، نتيجة بحثه، يخبر مصطفى ماسيد أن شهادة الوفاة المعدة لملك مزورة. المعلومات التي يقدمها مصطفى تصدم ماسيد. من ناحية أخرى، طارق مصمم على التخلص من ماسيد ويستمر في الضغط على فيلدان لإعطائه الأدوية السامة. يدرج طارق فيلدان في الخطة التي أعدها للتخلص من ماسيد. لا تقبل فيلدان طلب طارق، لكن طارق يمسك بها في أضعف نقاطها. يقرر طارق التخلص من ماسيد من أجل إنهاء بحثها عن ملاك. طارق الذي يريد استخدام فيلدان في خطته لقتل ماسيد لا يشرح بوضوح نيته لفيلدان، لكن فيلدان يخمن غرضه الحقيقي. يواجه طارق وفيلدان مواجهة، لكن طارق يستغل ضعف فيلدان ويقنعها بتسميم ماسيد. من ناحية أخرى يضطر طارق الذي يريد أن يكمل علاقته مع رنا بسلاسة إلى إهداء الأقراط التي اشتراها لرنا إلى حميرة من أجل إثارة إعجابها. بينما ستأخذ ثريا إليف في نزهة لتشتيت انتباهها، تواجه عقبة فيلدان. ولكن عندما يتم تضمين كرم في هذه الخطة، يضطر فيلدان إلى التراجع بلا حول ولا قوة. علمت إليف هذا المساء أن قبر ماسيد ملك فارغ. عندما يسمع طارق ذلك، يشعر بالحيرة بشأن ما يجب فعله ويبدأ في البحث عن خطة. لكن الشخص الذي لم يتوقعه أبداً يحاول إحباط خطط طارق. يخبر مصطفى ماسيد أنه فتح قبر ملك والقبر فارغ. مصدوماً مما سمعه، يبدأ ماسيد في الشك في أن شخصاً ما لديه خطة سيئة بشأن ملاك وأليف. طارق في حيرة من أمره بشأن ما يجب فعله بما يسمعه. يسعد طارق بإعادة علاقته مع رنا إلى مسارها الصحيح، لكن سعادته لم تدم طويلاً. خوفاً من أن تتقاسم ملك الميراث بعد إليف، يبدأ طارق في وضع الخطط. من ناحية أخرى يشتبه ماسيد في شخص واحد فقط حول الشخص الذي يريد شر ملاك وأليف. ترى بارلا أن سوريا هي منافستها وتتخذ إجراءات لإبعادها عن كرم. رنا تتصل بحميرة بعد أن رفضها طارق. عندما يرى بارلا سوريا أمامه، يدخل في نوبة غيرة. بارلا المنزعجة من وجود كرم المستمر مع سوريا، تعتبره منافساً وتحاول اتخاذ الاحتياطات اللازمة بنفسها. ثوريا التي كانت تحب كرم منذ طفولتها، تعتقد أن هناك علاقة بين بارلا وكرم وتقرر مغادرة المنزل. من ناحية أخرى، تخطط رنا لقضاء بعض الوقت مع طارق. طارق يقول لرنا أنه لا يستطيع الحضور. عند سماع ذلك، اتصلت رنا بحميرة. إذن ما نوع المحادثة التي ستجري بين رنا وحميرة؟ ترى بارلا أن سوريا هي منافستها وتتخذ إجراءات لإبعادها عن كرم.
رنا تتصل بحميرة بعد أن رفضها طارق. عندما يرى بارلا سوريا أمامه يدخل في نوبة غيرة. بارلا المنزعجة من وجود كرم المستمر مع سوريا تعتبره منافساً وتحاول اتخاذ الاحتياطات اللازمة بنفسها. سوريا التي كانت تحب كرم منذ طفولتها تعتقد أن هناك علاقة بين بارلا وكرم وتقرر مغادرة المنزل. من ناحية أخرى تخطط رنا لقضاء بعض الوقت مع طارق. طارق يقول لرنا أنه لا يستطيع الحضور. عند سماع ذلك اتصلت رنا بحميرة. إذن ما نوع المحادثة التي ستجري بين رنا وحميرة؟ تتحسن الأمور بين كرم وثرية، لكن بارلا تصاب بصدمة كبيرة عندما ترى أي نوع من الأشخاص هي ثرية. ماذا ستفعل بارلا المنزعجة من وجود سوريا؟ بعد أن أدرك كرم أنه ظلم ثريا، حاول جاهدا أن يعتذر لها. ثرية التي تشعر بالسوء تجاه الجدال الذي دار بينها وبين كرم تدرك صدق كرم وتقبل اعتذاره. بعد أن تترك بارلا مقابلة عملها تذهب إلى مقهى. بارلا التي تزعج الجميع هنا تتجادل مع امرأة جميلة. تذهب بارلا إلى كيرم بغضب وتزداد غضبا عندما تكتشف أن الشخص الذي كانت تتجادل معه في المقهى هو سوريا. هل ستتمكن بارلا المنزعجة من وجود سوريا المستمر مع كرم من القضاء عليها؟ يصب كرم غضبه على سوريا لفقدها صورة خاصة له. يضمن بيرس ويونس تولي وظيفة مهمة للشركة. اختفاء الصورة التي لها مكانة خاصة لدى كرم يسبب له الضيق. يشعر كرم الذي يعتقد أن سوريا ألقى نكتة سيئة كما كان من قبل ويحاسبه بالحرج عندما يكتشف أنه ليس هو من التقط الصورة. فيسل الذي تم فصله لا يعرف كيف يخبر تولي بأنه قد تم فصله. بينما يعاني فيسل من هذه الأفكار يعلم ضيف مفاجئ أنه قد تم فصله. لكن فيسل لم يقرر بعدما إذا كان سيثق بهذا الشخص أم لا. بعد عودتهما من ميلانو يونس وبيرس يبقعان اتفاقية مهمة للشركة. وصول ثريا يفاجئ كرم. من ناحية أخرى تعتقد رنا أن اللعبة التي لعبها للحصول على طارق كانت ناجحة. يتفاجأ كرم عندما تعود سوريا التي جعلته يعاني كثيرا خلال طفولته إلى المنزل كشخص مختلف تماما بعد سنوات. يبدأ كرم الذي يتخذ الخطوات اللازمة لإقامة اتصال صحي مع ثرية في الاعتقاد بأنها تغيرت، ولكن يحدث حدث من شأنه أن